بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثاني الثانوي الأقلام من سلوك الأستاذات لشرح وتبسيط قواعد الرمزية. إن شاء الله مستمرين معك محل تدريبات كتابي من عام 2021 مع مسرحية كينج لير الملك لير. وصلنا تحديدا للعنوان اللي قدامك، أكت 1 الفصل الأول، سينز المشاهد ثلاثة، أي دول ثلاثة بمعنى ثلاثة، الفي اللي قبلها أي دي في اللغة اللاتينية معناها أربعة، اكسرسايز دي بتاعت سون بوك. يبقى احنا كده ان شاء الله على الفصل الاول المشاهد 3 و4 تدريبات سون بوك اللي موجوده على كتاب جيم 2021 على صفحه 402. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا اول تدريب اللي بيقول read the phrases in the books، اقرا العبارات الموجوده في الصندوق اللي هي دي يعني، and write them in the correct column in the table، واكتبها في كولن. كلمة كولن معناها عمود، واكتبها في العمود المناسب فين؟ في الجدول. ايه الجدول؟ اهو الجدول. كلمة بوزيتيف بمعنى ايجابي، يعني عايز الحاجات او العبارات اللي في الجدول في الصندوق اللي فوق اللي يكون ليها مدلول او معنى ايجابي. نيجاتيف سلبي، وعايز العبارات اللي في الصندوق ده اللي يكون ليها اداء او مدلول سلبي. تعالى ناخدهم بالترتيب. بيهيف بادلي، بيهيف بادلي معناها يتصرف بطريقة سيئة. طالما انه بيتصرف بطريقه سيئه يبقى دي ايه؟ تبقى تروح للجدول بتاع بيهيف بادلي، الجدول بتاع النيجاتيف، عشان بيهيف بادلي دي حاجه سيئه. طيب ناخد اللي بعدها، بي جيلتي اوف سمثينج، يكون مذنبا بشيء ما، برضو دي حاجه نيجاتيف سلبيه اهي، بي جيلتي اوف سمثينج يكون مذنبا بشيء ما. نروح لوراه، بي رود يكون وقح، تمام، برضو دي تعتبر حاجه سيئه او سلبيه، تروح عند الجدول بتاع نيجاتيف. نروح للي بعدها، بي وايز يكون حكيما، دي حاجة بوزيتيف إيجابية، نوديها في بي وايز في الجدول الأولاني. طيب انكرج سمون تو دو سمثينج، يشجع شخص ما على أداء شيء ما، برضه دي حاجة بوزيتيف إيجابية، نوديها في الجدول بتاع بوزيتيف انكرج سمون تو دو سمثينج. وبكده اكسرسايز 1 يكون انتهى. نروح لإكسرسايز 2 اللي عنوانه ماتش ذا فريزز وذ ذير مينينجز، وصل العبارات بمعانيها، تمام؟ ادي العبارات اهي اللي واخده من 1 ل 4، وادي المينينجز بتاعها اللي واخد من حرف ايه لحرف دي، احنا موصلينهم قدامك وتمام التمام، بس بنشرح الحكايه دي جت ازاي. اتاك سمون، يهاجم شخص ما، ايه شرحها؟ ايه معناها الحرف بي؟ تراي تو هيرت سمون، ان تحاول ان تؤذي شخصا ما، هي دي معناها او مدلولها. طيب اثنين، ديسجايز يور سيلف، يتنكر، ان انت تتنكر بقى، واخده الحرف ايه؟ الحرف ايه اللي هي change the way you look، تغير الطريقه التي انت تبدو عليها. خلاص، يبقى التنكر هو عباره عن الواحد بيغير في شكله، بيغير في صوته، بيغير في طريقه كلامه علشان الاخرين ما يعرفوش، تمام. ودي الحكايه بالظبط اللي عملها كنت، ماشي، الصديق المحب للملك لير، علشان طبعا يهرب من العقوبه اللي كان وقعها للملك لير لما طرده من البلد، هو طبعا رجع تاني وتنكر في شخصيه جديده، تمام. طيب ثلاثة، the cart is pulling the horse، ماشي، العربه تجر الحصان، المفروض ايه؟ المفروض الحصان هو اللي يجر العربه. يبقى الجمله دي كده بتدل على الشيء اللي في غير وضعه الطبيعي. شرحها في الجمله دي اللي هو things are not the way they should be، الاشياء ليست على الوضع او على الطريقه التي يجب ان تكون عليها. لما العربيه هي اللي تجر الحصان يبقى الدنيا مقلوبه، لكن لما الحصان هو اللي يجر العربيه لا، يبقى كده كل حاجه عدله، كل حاجه في مكانها. اخر واحده اللي هي اربعه، A taste of your own medicine، تتذوق طعم الدواء الخاص بك، يعني الدوج اللي انت عملته، تجود تدوق اثر فعلك او نتائج ما فعلته، اللي هي شرحها في الجمله سي، experience what you do to others، ان تذوق ما فعلته بالاخرين، ماشي، يعني تذوق بقى ايه؟ تذوق مراره افعالك، تعمل في حد حاجه وحد بقى يرد لك الالم ده، يبقى انت كده بتتذوق ما فعلته في الاخرين. وننتقل الى exercise 3 واللي بيقول قدامك read this part of the play، اقرا هذا الجزء من المسرحيه، and match the characters with the things they do، ويوصل لنا الشخصيات بالاشياء اللي فعلوها. طبعا الاشياء هي من 1 ل 5، جاب كم شخصيه؟ جاب الباني، تمام، ماشي، وجاب مين؟ جاب جونريل، جاب كنت، وجاب كينجلير، وجاب اوزولد.
تمام كده. كل دي شخصيات، تعال نشوف كل شخصيه من دول عملت ايه. This character tells the king not to be angry. هذه الشخصيه تقول للملك بان لا يكون غاضبا. With him، منه، ما يزعلش منه يعني. And then tells his wife، ويخبر زوجته not to worry about the king، بان لا تقلق من ايه، من الملك. لان جونيل ابنه الملك الكبرى كانت قلقه من ان ابوها بغضبه اللي هي شايفاه غضب زياده عن اللازم، وبالجنود اللي بيحيطوا بيه، انه ممكن طبعا كان في حوالي 100 جندي يحيطون به، كانت خايفه انه ممكن في لحظه من اللحظات الجنود دول يهاجموها ويقضوا عليها هي وجوزها الباني. فهذا الشخص اهي الباني، احنا قلناها خلاص، وده اسم ايه، جوز جونيل. وجونيل دي البنت الكبرى للملك لير، عندها قلق من والدها زي ما قلنا، لكن جوزها طبعا كان بيتعامل ابوها برضه بطريقه سيئه، فجوزها الباني ما كانش راضي عن الحكايه ده هي، وبيقول لها لا تقلقي من الملك لير، وكمان بيطلب من الملك لير ان هو ما يكونش غاضب منه، لانه الموضوع اللي بيحصل ده كله هو ليس له ذنب فيه. نروح للشرح رقم 2 ونشوف شخصيته. This character gets angry with his daughter. هذه الشخصيه تغضب او يعني غاضب من ابنته. When she tells him، عندما تخبره that he shouldn't keep so many soldiers، أنه لا يجب عليه أن يحتفظ بهذا العدد من الجنود. مين بقى الشخصية دي؟ كينج لير، الملك لير هو اللي عنده الوصف ده أو المواصفات دي. الشخصية رقم 3، this character disguises himself. بيتنكر بقى، بيتنكر احنا قلنا ايه؟ يعني يبين أو يظهر أو يعمل تغييرات في نفسه عشان الآخرين ما يعرفوش، اللي هم متعودين عليه. So he can continue to work for the king، علشان يستمر في العمل لمصلحة الملك. مين بقى؟ كنت، اللي هو Duke of Kent، وده محب وشخصية محبة جدا للملك لير. نروح للشخصية رقم 4، This character works for Gonel. هذه الشخصية تعمل لدى Gonel، عندها بيشتغل خادم عندها. And tries to tell the king that he cannot see her، وبيقول للملك ان انت ممنوع من رؤيتها او مش هتقدر تشوفها. طبعا بيقول للملك لير مش هتقدر تشوف Gonel. تمام، مين ده؟ اوزولد. اوزولد ده خادم ل جونيل، ودي البنت الكبرى زي ما قلنا للملك لير. نروح للشخصيه رقم 5، يقول لك this character didn't want to see her father. هذه الشخصيه لا تريد ان ترى والدها. تمام، but then she talks to him، ولكن بعدين ما لقيتش فايده، وراحت بقى اتكلمت معاه about the number of soldiers he has with him، بخصوص عدد الجنود الذين يحيطون به او اللي موجودين معاه. مين بقى الشخصيه دي؟ جونيل، زي ما قلنا دي البنت الكبرى للملك لير. ننتقل اكسرسايز 4 علشان نشوف ايه الطلب اللي جاي فيه. What do we learn about the characters in this part of the play؟ ايه اللي احنا عرفناه عن الشخصيات اللي موجوده في هذا الجزء من المسرحيه؟ Choose the correct options، اختار ليه الاختيار المناسب. جايب لك اربع جمل، وفي كل جمله في اختيارين لشخصية أو معلومة تخص شخصية من الشخصيات. مثلا جونيل بالبنت الكبرى للملك لير فيلز، بتشعر بإيه بقى؟ يا ترى جيلتي بالذنب ولا وارد بالقلق because of the way her father is behaving، من الطريقة اللي والدها بتتصرف بيها؟ لا، وارد بتشعر بالقلق، مش بتشعر بالذنب أبدا، مش موجود عندها. كنت المحب للملك، ويل ولا وانت ليف ذا كينج، هيسيب الملك ولا مش هيسيبه؟ لا مش هيسيبه، وانت. اللي بعدها كينج لير فيلز ذا جونيل، الملك لير يشعر ان جونيل بنته. نوز تدري ولا دازنت نو، لا تدري هاو ماتش شي هاز هيرت هيم، ما مقدار الاذى اللي هي تسببته فيه. هل هي على درايه بانها اذته؟ لا، دازنت نو. الباني، وده جوز جونيل، ثينكس ذا جونيل شود واري، يجب ان تقلق ها مور اور ليس اباوت هير فادر، اكتر ولا اقل من ابوها، تقلق منه ولا لا؟ لا طبعا، ليس اباوت، تكون قلقه بدرايه اقل، هي خايفه زي ما قلنا من الجنود المحيطين بوالدها ان ممكن يهاجموها وطبعا يقضوا عليها بسبب سوء تصرفاتها. ليس اجابه في الجمله رقم 4، احنا هنحط لك خط تحت الاجابات عشان تبقى شايفها وبنناقشها معاك عشان ترى دي جت ازاي. نروح لاكسرسايز 5 واللي عنوانه read the questions about what you think will happen next in the play. اقرا الاسئله اللي جايه دي وبتسالك عن رايك ايه اللي ممكن يحصل في الجزء اللي جاي من المسرحيه. Write your answers in your notebook، واكتب ايه الاجابات. ماشي، احنا كاتبين لك الاجابات وهنقرا معاك الاسئله. Will King Lear's of soldiers hurt Gonel and Albany؟ هل جنود الملك لير هيأذوا جونيل وجوزها الباني؟ تعال نشوف هو ممكن يأذوه ولا لا. I think that King Lear's soldiers won't hurt Gonel and Albany. لا، ما اعتقدش ان هم هيأذوهم. ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان الملك لير ليس شخصيه هو صحيح قد يكون فولش، قد يكون احمق،
ولكنه لا يكره بناته او عنده رغبه ان هو يؤذيهم بالدرجه اللي هتصل لمرحله المهاجمه بجنود يعني. اثنين، will King Lear get angry with his other daughter Regan as well؟ هل الملك لير ممكن يغضب من بنته ريجن البنت الوسطى زي ما حصل وبقى دلوقتي غاضب من بنتين من بناته، غاضب من الكبرى والصغرى؟ هنقول I think that King Lear will get angry with his other daughter. هيغضب منها. ليه؟ ليه هيغضب من جانر؟ ماشي ريجان از ويل، طبعا هي بنت ريجان. ليه بقى؟ because she has the same character as جانر، شخصيتها زي شخصية جانر بالظبط، شخصية ليس لديها ولاء، شخصية محبة وطامعة لنفسها. نروح للسؤال الأخير واللي بيقول لك will Kent، كنت اللي هو Duke of Kent، continue to help the King Lear as a servant؟ هل هيستمر في مساعدة ملك لير كخادم مطيع له؟ نقول yes I think that Kent will continue to help King Lear as his servant because he is honest and loyal to him. أنا أعتقد أنه هيستمر في فعل ده لأنه أمين ولأنه بيحب الملك. وبكده يكون انتهى معنا هذا الجزء من مسرحية كينج لير. إن شاء الله انتظرونا في باقي الأجزاء مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت من مدرسة الشيماء الثانوية بالمحافظة سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.